النهاردة المحاكم المختلفة في الإسكندرية قضت بأحكام ضد جماعة الإخوان، يعني عناصرها قاموا بارتكاب أعمال عنف وتخريب وتعدي على رجال الشرطة. المحاكم عاقبت 129 متهم في 3 محاكم بأحكام مختلفة. محكمة سيدي جابر قضت بسجن 63 متهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 50,000 جنيه لكل متهم. كمان محكمة المنتزه قضت بسجن 45 متهم بثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لكل واحد. وكمان محكمة الرمل أول قضت بالسجن 7 سنوات لـ20 متهم و8 سنوات لأحد المتهمين اللي حاولوا اقتحام نقطة سان ستيفانو.